اليوم قررنا أننا نديروا اعتصام محلي في امام كلية الطب والصيدلة. تم القمع ديال هذا الاعتصام هذا، ما حاولناش ندخلوا في مناوشات مع السلطة، فاحنا هذا ماشي هو الهدف ديالنا. احنا الهدف ديالنا فاش كنخرجوا للشارع هو الدفاع عن جودة التكوين الطبي. واحد الملف اللي كبير اللي ما نقدرش نلخصه في جوج كلمات، ملف اللي دام المدة ديالو عامين وحنا باقي بدون اي بروغري، اي زعما تحسن. هذا الدوسي ديالنا فيه بزاف المطالب، المطلب الرئيسي اللي لازال عالقا لحد الان وباقي ما كاين فيه حتى شي تحسن هو رفض تقليص عدد السنوات من 7 سنوات الى 6. هذا اللي بالنسبه للطلبه في جميع ربوع المملكه انه هو واحد المطلب الاساسي ولا رجعه فيه. وحنا دابا اديم مو دو بويكوت 10 شهور وحنا تنديروا الاضراب ديالنا، وباقي هذا لو دوسي هذا كنناشدوا المسؤولين باش انهم يغلبوا هذا الحكمه والرشد ديالهم في حل هذه الازمه هذه اللي ما بيناش مازال طول. بينا نرجعوا للمستشفيات نستاجيو فيهم، بينا نرجعوا للكليه ديالنا اللي كتسنانا. حنا بلاصتنا ماشي في الشارع، فانما بلاصتنا في هذه المستشفيات. حنا فاش خرجنا في البويكوت خرجنا باش اننا نجيبوا الحق ديالنا اللي هو حق مشروع، ومن من من حقنا اننا نطالبوا بهاد المطالب هادو. وزعما نستنكر ما وقع لخوتنا في الرباط، خوتنا في كازا حتى هما. القمع هذا ماشي حل، هذا انما كيزيد كيزيد الغضب في صفوف الطلبه، لانه حشومه انك تشوف طالب طب اللي غدا غيولي طبيب وتشوفه كيتعتقل بواحد الاسباب اللي غير مشروعه وغير هذا ماشي غياليست. الرساله اللي بغيت نقدم للمسؤولين اليوم هو انه الطلبه ماشي بلاصتهم، ماشي في الكوميساريات، ماشي في الجرجير ديال السبيطارات، يمشيو مضروبين ومجروحين. الطلبه بلاصتهم الكليات، بلاصتهم المستشفيات الجامعيه، يمشيو يقراو ويتعلموا. الطلبه اليوم مشاو للكليه ديالهم باغيين يدخلوا، تمنعوا باش انهم يدخلوا. كيف يعقل ان طالب باغي يدخل الحرم الجامعي ديالو يتمنع؟ منين هذا الشيء كاين؟ باش من حق واش من قانون هذا الشيء يطبق اليوم؟ والاضافه الاخيره هو انه كاينه جلسه ديال الطلبه اللي تم الاعتقال ديالهم نهار جو بونس كاينه نهار 25، اللي ان شاء الله غنكونوا حاضرين فيها باش نساندوا الزملاء ديالنا، حيت ما يمكنش انهم نتخلوا عليهم. وهذا يعني شعار اللي تناخذوه زعما من ديما هو ان الواحد للكل والكل للواحد، وواحد تساوي 25 ألف طالب.